السلام عليكم. مجيتك انت يا السفير السعودي لعند ميشيل الظاهر، هيدي انا برأيي انها بتزغر ما بتكبر، وانا بعرف انه على اساس انتو اهل الكرامة والشهامة. حكى جورج ارداحي كلمتين قمت زعلتو وقمت الله الله علينا وما خليتو دولي اللي ما حكيتو لو شكيتو لو قومتوها علينا. سمير جعجع مش مقتل السنة؟ ميشيل الظاهر ما قال اشتريت انا السنة؟ انتو مش السنة؟ انتو السعودية مش السنة؟ هيدي مجيتك بتزغرك ما بتكبرك، انا هيدا رأيي. انتو على اساس اهل الكرامة والشهامة. سعد الحريري من عهر داركم زليتوه، زليتوا كل من قال انا سني، انتو عارفينه رئيس الطائفة السنية الشيخ سعد الحريري، على اساس انه بتعرفوا بالكرامة وبالشهامة. من دخل دار ابي سفيان فهو امن. انتو زليتوه بعهر داركم، بعهر داركم محتمي فيكم وزليتوه، زليتونا من 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 عهر داركم من هنيك، إلو ولكل من حوله، كل من قال انا سني. بقى هيدي الرسالة اللي جاي توصلنا اياها انت والسنيورة، فهمانينا نحن منا اغبياء. هيدا التطبع اللي عملتوه هيدا بيشبهكم، لو منكم متأكدين منه 100% انه بيشبهكم ما عملتوه. عملتوا هيدا التطبع، وهيدي الرسالة لحميلة السفير السعودي، وجاي هيدي رسالة إسرائيلية من إسرائيل، توجهت على المملكة، إن المملكة حملتها للسفير وجاي ينفذها عنا هاني. يعني سمير جعجع معروف شو هو، أنت ما قاتوا والتطبع تبعكم معروف شو هو، يعني نفس العقلية نفس التركيبة. لا والله أنا يحكمني الشيعي أحسن ما تحكمني أنت والإسرائيلي. بينتوا بغضكم لنا، بينتوا لنا محبة قتلنا وموتنا ودمارنا وبهدلتنا ليوم القيامة. ما لنا أغبية، لا لا هيدي مش حنسمح لكم فيها المرة هيدي. قال له صحي لك، قال له لطي لك. قلنا إيد وحدة بإذن الله، كل من قال أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إن إيد وحدة واعيين لهالشيء، وإن شاء الله إنه نحن تكاتفنا ومحبتنا لبعضنا حتجمعنا وتربحنا وتزلكن كل الزل اللي زليتونا اياه والدمار اللي عملتوه فينا بده يقلب عليكم يعكس عليكم باذن واحد احد. الله لا يسامحكم.